سعداء بلقائكم متابعينا الكرام، متابعي برنامج صحتي في رمضان. نرحب بكم في الحلقة الثانية، ومن خلالكم كنرحبوا بالأستاذ أمين اللي غادي يجاوبكم اليوم على مجموعة ديال التساؤلات، على مجموعة ديال المواضيع، ومجموعة ديال الاستفسارات اللي كتهمكم. مرحبا بك سي أمين في الله يبارك حلقة فيك. أخرى من برنامج صحتي في رمضان. الله دارداركم يبارك، الله يبارك فيك سي رشيد، الله يبارك فيك. بغينا نسلطوا الضوء اليوم لشنو هو البرنامج الصحيح لإنقاص الوزن في رمضان. أولا السلام عليكم، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة للبرنامج الصحيح لإنقاص الوزن خاصة في الشهر الكريم، أول نقطة بعد اللي خصنا نكونوا عارفين وهو أن باش تنقص الوزن كيبغي شوية صبر، يعني ماشي أنني ترينيت نهار يومين غادي نقص الوزن ديالي. النقطة الثانية اللي خاص الناس يكونوا عارفينها هو أن إنقاص الوزن عنده علاقة بالتغذية الرياضية، يعني راه تريني ممكن تريني نهار كامل، ولكن راه من بعد لونتخيمون أشنو غتاكل، راه هذاك حتى هي كتلعب واحد الدور كبير في إنقاص الوزن. يعني نحاولوا نردوا البال بزاف. واش اسمح لي غنقاطعك، واش التغذية الرياضية هي الريجيم؟ بيان سور يعني الناس أنني ملي كيقول لك كنقاد واحد الريجيم راه هو اللي كيساعدني في إنقاص الوزن. يعني لونتخيمون كتبقى مكملة لذاك البرنامج الغذائي اللي أنت يعني متابعيه. النقطة اللي مهمة أكثر هو أنك باش تبدا في تخسيس الوزن، يعني خصك تمشي تدريجي، يعني اليوم ترينيت مثلا درت مثلا فوتينغ مدة ديال 30 دقيقة، راه غدا ما خصنيش نعاود نفس يعني نفس الطريقة عاوتاني 30 دقيقة وفي نفس المسافة ونفس، لا خصني غدا عاوتاني نزيد واحد المسافة أخرى ديال ما بين 7 دقائق ولا 5 دقائق، ولا يعني ديفلوبي ذاك الوقت أولا ديك الحصة اللي كنتي خدمتيها، يعني بسلم تدريجي، يعني كتبقى كل نهار شنو خصك تخدم فيه، كل نهار الحصة خاصة شنو يعني ندخل فيها بالنسبة للحركات الرياضية والنسبة يعني للبرنامج اللي أنت متبعيه. يعني بحال اليوم درت فوتينغ، غدا خصني نخدم كارديو 100% كارديو، مثلا الحركات اللي عندها علاقه بالكارديو. الغد لي يعني نقدر نخلي غوب، واليوم الرابع مثلا نخصو يعني الحركات الخاصه بالبطن، التمارين الخاصه يعني بالبطن. كذلك بحال هكا كيتم غادي البرنامج يعني لا 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 يعني لا في انقاص الوزن، وكذلك كيتغير بالنسبه لكل شخص. يعني الناس اللي بغات تقوم يعني بممارسه رياضه سواء برا او لا في المنزل او لا، ماشي الناس اللي عندها علاقه بالاصال، يعني مثلا الناس اللي كتقوم بميسكيلاسيون، انا ماشي انني اليوم تريني الصدر غدا عاوتاني خصني تريني الصدر لانني عندي بوان فيبل ديالي هو ان الصدر ما كيديفلوباش. نو، راه الا ترينيت اليوم الصدر او الا ترينيت ميسكل كبير، غدا خصني نشونجي داك الميسكل باش كنخليه يعني يرتاح، فين يعني نخدم ميسكل اخر. يعني الاثنين الا خدمت الصدر مع ليبغا، الغد لي خصني نخدم مثلا دولسو مع تريسيبس، اليوم الثالث خصو يكون غوبو، الرابع عاوتاني كنقدر نخدم فيه مثلا الفخاد، والخامس كذلك كنخصو مثلا الكتاف مع تريسيبس، يوم السادس يعني كارديو، بحال هكا كتقاد البرنامج يعني الرياضي ديالك. حيت كاين اللي ما كيكونش عارف، كيجي رمضان كيبقى يتريني الكرش 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 الكرش، هذاك هو برنامج التخسيس. هذا هو المشكلة ديال العقدة اللي كاينة عند بزاف ديال الناس، هي الكرش، لأن الاغلبيه الناس كيقول لك حقا الا ترينيت الكرش غنمشي نخدم اليوم باش نحيد غدا، نعاود نخدمها بعد غدا باش تحيد لي. راه كما قلت الكرش اولا باش نحيد يعني الكرش نهائيا، راه خصني نقاد البرنامج الغذائي ديالي. راه ما يمكنش انت مشيتي ترينيتي واحد ساعه ديال لي زابدو كارديو دخلتي مع لي زابدو، ومن بعد ديك الحصه مشيتي بديتي كتشرب يعني يعني الحويجات اللي عندهم علاقه مثلا النشويات اللي غادي تخرج مثلا كيكه ولا بشي بان، ولا غتشرب عصير ديال الليمون تقوي منه، او لا، لان داك الشيء كله عنده علاقه بال يعني بالمصامن ديال الكرش. اذا هنا تكلمنا على الرياضه، بالنسبه للبرنامج الغذائي ديال الناس اللي بغاو يديروا التخسيس، شنو هو البرنامج الغذائي في رمضان؟ البرنامج الغذائي اللي خاص الناس تتابعه في يعني في شهر رمضان، وهو اول حاجه انهم يبعدوا نهائيا على الحوايج اللي فيها سكريات، سواء خاصه السكريات الغير طبيعيه، يعني الحوايج اللي غير طبيعيه نحاول الانسان يبعد عليها، كذلك داك الشيء ديال المعلبات هو غير صحي. نحاولوا نعتني في الوجبه ديالنا، يعني نبدا بثلاثه ديال التمرات، كويس ديال الماء، نمشي نصلي، لان التمر فيه الياف فيه كالسيوم يعني صحي،
كذلك كيحتوي على سكريات طبيعيه اللي غادي يعني اللي غيستافد منها الجسم ديالنا. كذلك خصني في الوجبه ديالي ندخل فيها كذلك كربوهيدرات اللي من بينها بطاطا، داك الشيء اللي كيكون سوتي كنحاول حتى هو يعني غنستافد منه. وكذلك في البروتين يعني نحاول شويه ديال الدجاج شويه ديال الحوت كل يعني كل يوم، ونخصو يعني في النسبه ديال البروتين اللي غادي خصني يعني اللي غندخلها في ذاك اليوم. يعني ندير واحد البرنامج وماشي بالضروره خصني تنشبع، هنا كاين المغاربه اللي كيولفوا ما كيريح في الطابله ما كينوح حتى كيوقف. بالنسبه للبرنامج الا كنتي على حساب الترانسفورماسيون اللي انت باغي دير، يعني كاين الناس اللي عندها سمنه يعني ماشي البرنامج ديالها الغذائي هو واحد الانسان اللي عنده ميسكل وباغي يحافظ على الميسكل ديالو خلال هذا الشهر. بالنسبه للنظام الغذائي اللي خاص الانسان يتابعه في شهر رمضان او في غير رمضان، وهو خصو يكون يعني كيرتكز على اربعه ديال العناصر الغذائيه المهمه. اولا يكون بروتين في الوجبه ديالك، كذلك يكون كربوهيدرات كذلك خاصها هي تكون في الوجبه ديالك، ثالث حاجه اللي هي الدهون الصحيه اللي خاصها حتى هي تكون في الوجبه ديالك، كذلك الفيتامينات. بالنسبه للحوايج اللي خاص الانسان يحيدهم يعني الا كان باغي يدير واحد ترانسفورماسيون ديال غوميس لا فورم يعني باغي يقوم بتخسيس الوزن، يحاول يبعد على السكريات غير طبيعيه، كذلك المعلبات، كذلك الحوايج اللي فيها يعني نشويات زائده، كذلك المعجنات وغيرها من الحويجات اللي يعني كتكون صعيبه في الهضم. سي امين، الا بغيت ندير ترانسفورماسيون الذات ديالي الجسم ديالي باش يكون مثالي، واش تفضل انني ندير الممارسه الرياضيه ديالي في الدار ولا في الهواء الخارجي، ولا من الافضل انني يكون في واحد المركز رياضي ولا واحد النادي رياضي اللي فيرمي؟ بالنسبه للسي رشيد هذا السؤال ديالك راه مهم بزاف. بالنسبه يعني باش نقدر نوضح للمشاهدين، وهو ان باش دير واحد ترانسفورماسيون ديال او تحصل على واحد الجسم مثالي راه خصهم يكونوا بجوج، يعني التمارين الهوائيه او تمارين القلب ملي كتمارسها يعني كتقوم بانقاص الوزن، ولكن ما نساوش ان ذاك انقاص الوزن كتكمل في الاصل فوالا، يعني ما نساوش ان ملي كتقوم بانقاص الوزن ان الجسم ديالك كيخسر واحد العدد ديال السعرات الحراريه، بالتالي كينتج واحد الجلد اللي كيكون في الجسم ديالك. هذاك الجلد اللي كيكون في الجسم ديالك خاصك تمشي للميسكيلاسيون او تمشي للنادي الرياضي مع لي ماشين مع لي زانتير مع البروغرام ديالك، كتحاول يتجمع مع الميسكل، بالتالي كتكون حصلتي على جسم يعني مثالي. يعني علاقه ما بين التمارين الهوائيه والميسكيلاسيون علاقه تكامل بينهم. يعني الا بغى مثلا يمارس مثلا التمارين ديالو مثلا في الهواء الطلق وميم طون خصو يكمل كيف قلتي في لاصال، يعني شنو هو البرنامج كيفاش يوافق بيناتهم؟ شحال ديال المده تقريبا الزمنيه؟ واش في نفس النهار ولا خصو يقسم بيناتهم اليوم مثلا الهواء الطلق وغدا لاصال؟ كيفاش البرنامج؟ بالنسبه للتمارين الهوائيه الانسان افضل حاجه انه يدخلها مع لي ظابط، يعني يحاول يخصص له واحد اليوم او يومين في الاسبوع، لان البرنامج ديال لاصال كيخصو تخدم على جميع يعني العضلات الموجوده في الجسم ديالك، يعني كتخدم ميسكل كبير مع ميسكل صغير، راه بالتالي خصك تخدم واحد العديد ديال التمارين، يعني باش غنك غتمشي تريني واحد ساعه كارديو ولا دير فوتينغ ولا هادو عاد تجي عاوتاني تدخل لاصال تريني عاوتاني، يعني غتطلب منك واحد جوج سوايع ولا جوج سوايع ونص، بالتالي غتولي غير كتحرق يعني الجسم ديالك ما غيستافدش بديك النسبه اللي خصو يستافدها في ديك الحصه. كما كنقولوا حنا كل حاجه تعطيها حقها وتعطيها الوقيته ديالها. سي امين، بالنسبه للحصه الرياضيه ديال التخسيس تقريبا شحال ديال الوقت اللي غيدير فيها الممارس باش يدير التخسيس ديال البطن؟ زائد شنو هما الحركات اللي غيديرهم باش يحصل على نتيجه مزيانه في برنامج التخسيس؟ بالنسبه للوقت يعني ما عندوش علاقه بالتخسيس، يعني الجوده ديال التمرين هي اللي عندها او هي اللي كتحكم يعني في التخسيس ديال الوزن ديالك. راه يمكن حركه تقدر تخدم فيها ثلث ساعه، ولكن الا كانت وضعيه ديال التمرين خاطئه او لا التمرين ماشي عنده جوده مزيانه او لا ما كتخدمش او لا انت ما كتفيزيش على واحد الميسكل معين، راه واخا تبقى تريني حتى 10 سوايع راه ما غاديش تحصل على النتيجه. وبالتالي يعني الجوده ديال التمرين هي اللي عندها علاقه في الوقت، كذلك الوقت يحاول ما يتجاوزش يعني ما بين 45 حتى لساعه. لماذا؟ لان ملي كتولي كتفوت واحد الوقت كبير مثلا ترينتي جوج سوايع او لا ساعه ونص وكتحرك فيها، راه ما كتبقاش فقط كتحرك غير لي كالوري وانما كتولي كتحرك حتى العضله، وبالتالي يعني هذه نتيجه سيئه
خاص ضروري انسان يحاول يحافظ حتى العضله ديالك، تريني واحد الفتره ما بين 45 حتى لساعه بجوده التمرين فهي كافيه في تخسيس الوزن. السؤال الثاني سي رشيد بما يخص يعني تمارين البطن باش تحصل على بطن مسطح، فتمارين البطن يمكن لك تزاولها يعني كل يوم، ما كاينش مشكل في البطن لان عضله عنيده كما كنسميوها حنايا عضله عنيده، بالتالي يمكن لك تمارس يعني ترينيها كل يوم. وفي الحصه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخلي لكم بعض التمارين الخاصه بالبطن تزاولوها يعني في الديور ديالكم او في شي اسباس فيغ ولا شي اسباس يعني اوفيغ، وان شاء الله غادي تقوم يعني بالدور ديالها يعني وان شاء الله غادي تساعدكم. نمشي نشوفوا الحركات الرياضيه. مرحبا. إذا هنا مشاهدينا كتكون سالت الحصة ديال اليوم، إن شاء الله هاد التمارين هادو كانوا تمارين خاصة بالبطن، نحاولوا أن كل تمرين نخدمو في ثلاثة ديال التكرار، وكل تكرار نحاول نخدم فيه ما بين 20 حتى 25 ديال لي ريبيتيسيون، وبالتالي غتكون الحصة ديالك مشات حتى تقريبا ما بين 30 حتى 45 دقيقة. بصحة وراحة، نتلاقاو في الحصة الجاية إن شاء الله.